حل السعد في دارنا والفرح زال في ليلة من ألف ليلة وليلة في عرس نور المطرفة بنت المباران بنت الشيوخ أجمل بنات القبيلة يرجى الاتصال على الجوال. حل السعد في دارنا والفرح زاد في ليلة من ألف ليلة وليلة في عرس نور المطرفة بنت المباراة بنت الشيوخ أجمل بنات القبيلة. مبروك يا نور بديت والحال وفرحتك نهديك هاليوم شيء من جدتك اللي لها قدر نوشان ومن خواتك أعذب حروف الجزيلة من فرحتك كل يهنيك فرحان يا فارقة بالزين وأجمل جميلة يا نور زينك مثل لولو ومرجان من النساء بالزين مالك عقيلة فيك الذرة وطلتك تسحر عيان يما الدلع وام العيون القحيلة يا بنت شيخ الله شهادك اللي ميدان المباراة رمز الطايلة والفضيلة وخالط الدمار فيك وتفرح وتزدان الطيب والوقفة دايم جزيلة خالتك دمار فيك وتفرح وتزدان بك الكريم الشامخة والأصيلة جانك أهل الطيب هم خير جدان أهل المروة والعلوم الجليلة وخوفي من رجال مطالق شجعان فالكايدة حتى السيوف الثقيلة قد شرفوك اليوم خوال وعمان كل انت غنى من مسافة طويلة واختامها مبروك يا نور الأعيان يسعدك ربي كل يوم وليلة واختامها مبروك يا نور الأعيان يسعدك ربي كل يوم وليلة. حل السعد في دارنا والفرح زاد بنت المباراة بنت الشيوخ أجمل بنات القبيلة مبروك يا نوره بديت والحال وفرحتك نهديك هاليوم شيلة من جدتك اللي لها قدر نوشان ومن خواتك أعذب حروف الجزيلة من فرحتك كل يهنيك فرحان يا فارقة بالزين وأجمل جميلة يا نور زينك مثل لولو ومرجان من النساء بالزين مالك عقيلة فيك الذرابة وطلتك تسحر عيان يما الدلع وام العيون القحيلة يا بنت شيخ الله شهادك اللي ميدان المباراة رمز الطايلة والفضيلة وخالط الدمار فيك وتفرح وتزدان لطيب والوقفة دايم خالتك دمار فيك وتفرح وتزدان بك الكريم الشامخة والأصيلة جدانك أهل الطيب هم خير الجدان أهل المروة والعلوم الجليلة وخوف من رجال مطالق شجعان فالكايدة حتى السيوف الثقيلة قد شرفوك اليوم خوال وعمان كل انت غنى من مسافة طويلة واختامها مبروك يا نور الأعيان يسعدك ربي كل يوم وليلة واختامها مبروك يا نور الأعيان يسعدك ربي كل يوم وليلة اتصال على جوال 0501 3468 66